مرحبا بيك. لاباس؟ الحمد لله. مشيت للسوق اليوم؟ اي بيان سور مشيت. اي لاباس، شريت نرى فيهم انا. شو شريت وقديش؟ قضية خفيفة هذي ب 20,000. تاع فطور هكا؟ لا، فطور وعشاء برسك. ايوا. شنو الاسعار اللي شفتها في المارشي اللي مثلا؟ نار ماهيش متناول الجميع الاسعار. بداها من الخضرة وانت ماشي. شنو باعتقادك يخلى الاسعار مرتفعة وكل مرشي يبيع ممكن قد يكون زاد كل مرشي يصوم معين؟ الاحتكار. الاحتكار معناها المواطن ما عادش عنده راس مال في تونس. زي الاحتكار ما عادش يبيع. لا، مش نقصد الاحتكار، معناها الناس تخدم على كيفها، تتحكم في الاسعار كيما تحب هي. اليوم صوم، غدوه صوم، بعد غدوه صوم، كل ساعه ووقتها. شنو اللي يخلي الامور مش منظمه شويه في بعض المرشيات وبعض المواد الغذائيه تتزايد في اسعارها؟ الرقابه باعتقادك ولا حاجه؟ السلطه. المشكله في السلطه، والباز هي الصناعه والتجاره تتحكم في الاسعار. هذاك الباز تاع تونس. لو قامت مثلا من الاجراءات انه يتم اغراق السوق بالمنتوجات، بالمنتوجات الغذائيه اللي نحكيو على الخضره والغله وغيره، ما نتصورش كان توصل الاسعار هكا. لا توصل، علاش؟ انت الفلاح تو ماش لاقي اليد العامله باش يخدم له الفلاحه، خاطر ما فماش انتاج، ما يخلصش المواطن على معناها حقه يعطيه، فهمني؟ كجاي الفلاح والرجل العمال يخلص المواطن في حقه تو تخدم. مشكل الفلاحه اعمق من يد عامله. التمويل معناها انسان عنده ارض ما عندوش فلوس، ما شغل يتفرج فيه، ما يخدمش. يلزم الدوله تساهم معناها باش تعاون الفلاح وتعاون المواطن وتسهل المأمورين للمواطنين وللفلاحه باش تخدم. هل انت مع او ضد انه تدخلنا المواد الخضر والغلال من الدول المجاوره، نحكيوا على قاله الجزائر وليبيا؟ لا، يحتمل تكون فيها امراض، يحتمل تكون فيها حاجات معناها خطيره علينا احنا. ما يكونش فيها هي امراض، يستهلكوا فيها المواطنين الجزائريه والليبيه كيف. لكن كي نحكيو كمضره للسوق. صارت في الدلاع، صارت في برشا مواد، صارت في الغله، صارت في تونس هذاك. ايه، تنجم تكون حتى في مصر، في الجزائر، في اي دوله. هي اون فان كونت نفس المنتوج باش يستهلكوه المواطنين في الدوله ذيك، باش يجي لهنا. اما انت علاش ضد؟ هل انه من جانب الاقتصادي ولا حاجه اخرى؟ من جانب المادي، باش يولي فوا 3 ولا فوا 4 بالطبع. ملي يكون الفلفل ب 2000 يولي لك ب 4000 مثلا. كي يكثر ينقص في بالي اعتقادي. لا ما ينقصش، كي تستوردي اغلى. بالنسبه لي انا نشوف فيه غالي. انت تو بر شوفي المرشي. شوفي المرشي تو بر، شوفي الفلفل قدا والطماطم قدا والفلفل والبصل وهلم. الطماطم والفلفل في فترة سيمون خريف في بالي خريف، لكن ما تساعدش المواطن، ما تساعدش القفة تاع المواطن والزوالي اختي، فهمتني؟ بقى رخيص كان البشر في تونس تو. علاش الكلمة هكا؟ هي توجع، خاطر راك تشوف في الميزيريا نتاع العباد. انت تو عندك مواد ترونسبور. كل مواطن وكيفاش؟ كل مواطن وكيفاش؟ اي، لكن كل مواطن كيفاش؟ مو تعرفي. انت احنا تو في تونس، انا نسكن في قلب العاصمه، حاير في الترونسبور من هنا للدندان، مش معناها فبالك اللي جينا من برا واللي جينا من هاي زوز كيلومتر. شنو مشكل النقل، الخط اللي تسكن فيه انت مثلا؟ الخط هو قله المواصلات، الترونسبور قليل، الكيران والمترو قليل ياسر. فما التاكسي الجماعي اليوم هو الحل، هو اللي خارج. التاكسي الجماعي علاش؟ ان نركب في الاكتظاظ، مشاكل والسرقه وقله المعروف بصفه عامه في النقل الجماعي. مش ضدهم راهو، اما يخدموهم ينظموه يقننوه، يعملوا اوقات مثلا يجي فيها بعد ساعه، بعد ربع ساعه، مش كل مترو بثلاث سوايع وبالساعتين والكيران واحد، فهمتني؟ هذاك المشكله وين. لكن اليوم التاكسي الجماعي وغيره عاونوا النقل العمومي على خاطر بلادكم. اكتظاظ، ثم اكتظاظ كبير ياسر، اكتظاظ شيء غريب، سيرتو في المواصلات. النقل ما تحكيش عليه. النقل زايد، انا ساعة نمشي على ساقية من هنا للدندان، منها سبور ومنها نحوس. بعيدة شوية؟ لا مش بعيدة، 4 كيلومتر حكاية. برشا قطاعات اليوم في البلاد في حاجة مش المراجعة. برشا 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 كل شيء. أنا نحكي معاك راني متقاعد، ما نخدمش، روتريتي، لكن فما حاجات لازم تراجع فيها العباد، رواحة والدولة والناس. من أسباب تدهور مثلا قطاع النقل، المتروات اللي المواطن التونسي ما حافظش عليهم، الكيران اللي المواطن التونسي ما حافظش عليهم. المواطن عنده دور في الحكايه ذي، اذا كان يكسر لك الشباك ويكسر لك باب يولي ما يمشيش المترو ولا الكار. انا ضد الحكايه ذي، انا بالنسبه لي انا ضد. ماذا بيا الانسان يبدا واعي، يطلع في حافله ولا في مترو يسيس عليه ويحافظ عليه. نسبه من المواطنين يرسكي، يقول لك كانت هو نقل مش متوفر هذيك اموره، يسبب في افلاس الشركه.
لا يتهم مسؤوليته. لا خلينا من الخطيه، خلينا من الخطيه وخلينا من الاسباب اللي خلت شركات شركه النقل تفلس. لا عده اسباب، اسباب المواطن وزيد اعوان الشركه ما مش قايمين بواجبهم، فهمتني؟ ما مش قايمين بواجبهم. وقطاع الصحه اهون شويه، ما في بالي من تحكيش على قطاع الصحه. كان عندك في الصحه عندك شكون تقضي، ما عندكش تموت غادي. اليوم الصحة كانش تعدي في الصحة العمومية، ما كانش راك لازمك تكت فلوسك في التفاصيل، خاطر انا كنت في السبيطار انا، اما ما نحبش نحب التفاصيل. لا لا ما نحبش هكا، في خاطر باش نولي نمس برشا حاجات. ما تمس حتى شيء، الناس الكل تعرفها، الناس الكل تعرف الزحمة في السبيطارات، الناس الكل تعرف الطب، الطب كعبتين وهما كعبتين في الكونتاكت مع فارملي مع الطبيب يولي جراف يولي كذا، هذيك هو في القطاعات كلها كيك. موجودة القطاعات كلها كيك، الصحة، التعليم، المهن الحرة، تتصوري في بالك. حتى في الإعلام زاد كيف كيف راهو. حتى الإعلام مقصر شوية في حق المواطن. ايش قول لي؟ مقصر، لازم يوصل المعلومة ويبلغ المعلومة، ينشر المعلومة، سواء صحيحة ولا غلط لازم يوصلها. لازم صحيحة مش غلط. حتى غلط مش غلط، لكن 100% نتاع 1%. خاطر ثم حاجات برشا ماهمش ظاهرين للعيان. الاعلام لازم في قضايا معينه يشد فيها صحيح، هكا باعتقادك لازم ديما تذكر بالحكايه. تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ايش بيه؟ الاعلامي مواطن كيفي. ايه خدمته مو كيف كيف باش يصير عليان يصير عليه هو نفس الكاف. خدمته بغض النظر هو مواطن كيف، كلنا مواطنين، ولكن خدمته لازم يركز على المواضيع هذيك ويعاودها اكثر من مره. ما تشوفش الاعلام قايم بواجبه في الحكايه ذي؟ والله فما نسبة كبيرة مغطي شوي. ما تشوفش انت حلت موضوع الاعلام، ما تشوفش اللي التونسي والمواطن التونسي ما يهموش في المحتوى الهادف والمحتوى اللي يحكي على مصالحه، يتبعوا كان في الحاجات نتاع التفاهة. نحب المحتوى اللي يحكي عليه. شنو تحب؟ نسبة المشاهدين، كي تجيب له حاجة هادفة ما يتفرجش فيها. لا نتفرج أنا. ايش يحكي عليك أنت؟ هذيك أمور الشعب، هذيك حاجة أخرى، تعطيه الميوعة، تعطيه الضحك الفادك ما يهموش. هو ما خمم. اما كي تجيب له برنامج باش يحكي على سلاح ولا حاجه ما يتفرجش فيه راه تونسي. بالارقام وبالاحصائيات، مش انت المواطن من الاسباب هذه نحكيو احنا ننتقدوا في العلاج. ونعرف المواطن هذاك راه ما تحكيش عليه في الحكايه هذه، يعطيه ياكل ويشرب ما يهموش. ياكل ويشرب هكا هو. يتفرج في التيك توك وحكايات اخرين؟ لا لا. لا؟ لا ابدا. تشوف اللي تونسي واعي؟ انا اكثر غرامي في الفيسبوك الحيوانات. تشوف التونسي واعي؟ فما وعي، فما. تشوف الوسخ في كل بلاصه هذاك ما نحكوش عاد، الوعي ما يدخلش في الوسخ. وعي. الوعي كي تبدي تنظيف تحافظي على بلاصتك. لا هذاك هو الوعي، الوسخ انك تخلي الوسخ بلاصه مسخه. لكن اي خاطر شفتي تو بري شوفي لي ريستورون ولا ما شطيش غادي. ما شطيش غادي. الردع كل بلاصه مش ريستورون. يلزم الدوله تقوم بواجبها الردع. لقيت وسخ سكر واعطيه خطيه. صح. ما يهمش خطيه الاولى والثانيه والثالثه ما عادش تلزم لغادي. شكرا لك. مرسي.